للحرف نغم، نغم يرسم موسيقى الكلمات فيترك أثر ليصل القلب بالقلب والتجربة بالتجربة. ويأتي مؤتمر الناشرين العرب الثالث يسطر الحرف والكلمة ويقدم منبرا للناشر العربي ليكون له حرفا وكلمة، ويدعم ويطور بها صناعة النشر العربية برؤى فعالة وحلول عصرية. مؤتمر الناشرين العرب الثالث، صناعة النشر، آفاق وتحديات العصر الرقمي، الإمارات العربية المتحدة الشارقة، في 2 و3 من نوفمبر القادم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا www.apac2015.ae.